مشاهدينا الكرام، مشتاقين نشوف دائما مرحبا بكم على هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. معنا مشاهدينا الكرام في قناة شوف تي في، هذه اللحظات لحظة خروج مرتدي الحانات. يعني هذه اللحظات يعني مجموعة من عمليات السرقة اللي كثرة وسط مدينة الدار البيضاء. مجموعة من عمليات السرقة، مجموعة من الأشخاص اللي كيتربصوا، الأشخاص اللي في حالة غير طبيعية من أجل غرض السرقة هنايا وسط مدينة الدار البيضاء. ولكن رجال الأمن لهم بالمرصاد كيقوموا باعتقال أي شخص يخالف للقانون. فتحياتي لعناصر الأمن على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها.